اهلا وسهلا بيكم مواليد برج الجدي. طبعا احنا زي ما قلنا قبل كده مواليد برج الجدي بيبتدوا من 22 ديسمبر الى 22 يناير. طيب بالنسبه لمواليد برج الجدي بقى في يناير 2023، طيب اول حاجه السنه هتبتدي معاكم يا برج الجدي، هناخد بقى جزئيه جزئيه. من 1 يناير ل 15 يناير السنه هتبتدي معاكم بعطارد متراجع في برجكم. ده معلش يا برج الجدي، معلش تقبلوا، هي القرايه فيها شويه سلبيات ومش حابه ان انقل لكم الطاقه دي، بس معلش لازم بدوري اوضح لكم الايجابي بالسلبي. طيب بص يا ستي او بص يا سيدي، عطارد متراجع بالجدي عندك ده هيعمل لك عكوسات في ايه؟ في البيت التاسع. طيب ايه البيت التاسع؟ يعني في السفر، الدراسه، لو انت مقدم في دراسات عليا مثلا، هيبقى شويه في تعطيلات او شويه عكوسات في الجانب ده، تمام؟ فحاول على قد ما تقدر اجتاز ده، ما تستسلمش للسلبيات في هذه الفتره. معلش عطارد بيخليك متباطئ، بتاخد قرارات بشكل بطيء، مش بتبقى سريع. كمان عطارد في بيت زحل ومتراجع، انت متخيل بيزود التأخر أو بيزود عندك، خايف تاخد قرار تندم عليه، وممكن تتسرع في قرار وتتهور وتندم. يبقى أنت هتحس أن الفترة دي يا برج الجدي ما انصحكش تاخد قرار لا بسفر ولا تقدم على الدراسة ولا توافق أنك تسافر أي سفرية عمل، أو يفضل بلاش. لو مضطر خلاص، يعني ممكن أدي لك أيام معينة في الشهر أو في الفترة دي بالذات لو عندك شغل أو سفرية مضطر أنك توافق عليها، هدي لك أنسب يوم. يعني لو أنسب يوم نقدر نقول من 15 يناير أفضل يوم ليك توافق فيه على دراسة أو سفر وهكذا، أو تقديم على دراسات عليا. لو في لاعب كرة قدم كمان عايز يحترف برا في هذه الفترة، ما انصحكش تمضي أي عقود للسفر في هذه الفترة، لأن البيت التاسع برضو هيعمل لك شوية عكوسات، أو العقد اللي انت هتمضيه مش هيبقى مثلا الشروط اللي مكتوبة فيه، ممكن ما تكونش هي اللي يعني اللي متقدمة لك، او هيبقى فيه خلل، او هيبقى فيه يعني هتلاقي عكس الاتفاق، فخلي بالك. طيب زحل كمان حاكم برجك يا برج الجدي، هيبقى في البيت العاشر في الدلو. ده معناه ايه؟ ده هيأخر شوية امورك المهنية. لو انت منتظر ترقية او تكريم، او انك مستني مثلا تاخد راتب زيادة، او طالب مثلا تنقل من شغل لشغل، لا الفترة دي مش لطيفة ليك للشهرة، ولا لطيفة ليك لانك تنقل من شغل لشغل، ولا يعني. وكمان حاذر من حد في الشغل هيحاول يعمل تشويه لسمعتك او يحبط منك، او يحاول يكسر غرورك شوية، او يحاول، مش بتهمك بالغرور يعني، طبعا اللي بيبقى عدو ليك يا برج الجدي بيشوفك مغرور او شايف نفسك، ففي عدو ليك في بيئة العمل خلي بالك منه، هيحاول يوقعك او هيحاول يحبطك عشان ما توصلش لطموحك واهدافك اللي انت بتسعى لها بقالك فتره، تمام؟ ففي شويه تاخير في بعض النجاحات اللي انت منتظرها في هذه الفتره بس، تمام كده. طيب برج الجدي بقى، برجك هيبقى في البيت السابع والتام، والشمس موجوده في هذا البيت. طبعا وجود الشمس في الجدي بيبقى موقع مش ايجابي، بيبقى سلبي بعض الشيء. الايجابي اللي في الموضوع ده ان احتمال هتسمع كارما. كارما يعني ايه؟ عقاب ربنا لحد ظلمك، يعني تسمع حد جاله ابتلاء، او تسمع حد كان ناوي على اذيه ليك، هتسمع عنه ان ربنا مثلا خد حقك منه، او عندك نصره او رجوع لحق ليك كنت مظلوم فيه، لان البيت التام بيت الورث او بيت الحقوق اللي كانت متاخره عليك، وبالاخص المال الغير مش مالك الشخصي. لو في مطلقه برج الجدي وبقى لها فتره قضية ليها متأخرة، أو حقوق ليها مثلا خاصة بيها أو بطفلتها أو بطفلها، فالفترة دي إن شاء الله عندها نصرة في أخذ هذا الحق، رغم أنه متأخر بقاله كتير، بس إن شاء الله في حركة، ها اللي هو يعني ابتدت الدنيا تتحرك شوية. خلي بالك من الفترة دي يا برج الجدي من الأحلام والكوابيس اللي ممكن تشوفها، احتمال في اضطرابات في علاقاتك الزوجية مع زوجتك، في شوية مشاكل بسبب ان مخك شغال في المهنة والعمل والفلوس، هتبقى مقصر شوية في بيتك. فيعني زوجة رجل الجدي او اللي متجوز امرأة الجدي راعي هذه النقطة فيها الفترة دي، ان هيبقى مودها سلبي شوية. نقدر نقول الفترة دي انت هتساعد نفسك انك تقوي روحانياتك،
إيه، تنظف طاقتك من السلبيات. حذر من الحساد يا برج الجدي، في هذه الفترة هتحس ان انت شهواتك سواء المادية او الحياتية او المعنوية منخفضة بعض الشيء، تمام، بسبب طاقة التأخير والمماطلة اللي انت مش بتحبها. يعني انت كبرج الجدي بتخطط بالبطيء او بالراحة، بس المرة دي زايدة معاك حبتين، ده هيسبب لك نوع من الايه، يعني من المود السلبي شوية. فاجتاز الفترة دي، العب رياضة، ايه، مارس الرياضة، مارس تمارين التأمل، ايه، اخرج امشي، لو مش بتشترك في جيم فلوسك مش سامحالك، امشي على البحر في الشارع، او امشي ان شاء الله ساعة كل يوم، اخرج من المود السلبي ده في الفترة دي بالذات. طيب زحل كمان عامل اتصال سلبي عندك بالبيت العائلي، بالبيت الـ 12، ده بيت اللي هو بيت معروف ان هو بيت السجن او النفي او كشف السر او المصاعب او الازمات. خلي بالك الفترة دي زي ما قلت لك انت هتبقى مضغوط مهنيا وعمليا، احتمال كمان بسبب الضغوط دي هتطلعها على اهل البيت، فحاذر الفترة دي زي ما قلت لك، قاوم الضغوطات دي بالرياضة وبتمارين التأمل او اقرأ قرآن او استغفر، او يعني غير من طاقة المكان اللي انت فيه. سافر، لو انت مثلا قاعد في البيت كتير بتفكر، لا ما تستسلمش، خليك ما تروحش البيت الا وقت النوم، ايه، قبل ما تنام اسمع فيديوهات ثقة بالنفس، ايه، اسمع حاجة بتخليك مبسوط، موسيقى هادية، ايه، قرآن، حسب ميولك. طيب بالنسبة بقى من الفترة من 15 يناير ل 20 يناير عندك عطارد لا يزال متراجع في البيت السابع. طيب ما انصحكش في الفترة دي يا برج الجدي تاخد قرارات زواج او قرارات ارتباط او قرارات امضاء عقود من 15 يناير ل 20، فترة سلبية شوية، لان هتحس ان انت يا بتأخر امر او بتتهور في امر، فبرضه هتبقى طاقة اللي اخذ القرارات وعدم الاتزان دي عندك هتعملك شوية تشويش فكري هتضايقك، فبلاش تاخد قرارات في الفترة دي، اجلها شوية. حط خطط، خطط الفترة دي كلها من 1 يناير ل 20 يناير، خطط بس. حلو، زحل عندك في بيت الدلو، حاكم برجك هيبقى في برج الدلو بالبيت التاسع، ماشي، زحل في بيته، بس ده برضو هيأخر لك السفر او الدراسة او العقود اللي بتمضيها مع بلاد برة، او لو ليك فلوس برة منتظرها تجيلك، عملة غير البلد فيها شوية تأخيرات او عكوسات. كمان زحل بالدلو، عفوا، زحل عمل اتصال سلبي مع البيت السابع ومعه عطارد في البيت العاشر. طيب حذر الفترة دي من الضغوط المهنية، وبلاش تطلع الضغوط دي، لازالت الطاقة مستمرة معاك، ما تطلعهاش على اهل البيت. المشتري كمان بالحمل مش برج صديق ليك، ده هيخليك شوية بيأخر لك بعض الحظوظ العامة. الجدي هيبقى في البيت السابع. طيب الفترة دي نقدر نقول انك خطط للشريك الصح للاستقرار، بس ما تنفسش، خطط لانك تختار اللي تدخل معاه شراكة ايه صح، بلاش تتهور، بلاش تنفذ، خطط بس. طيب القمر بالعقرب والزهرة بالدلو، الفترة دي عاطفية، نقدر نقول ان الامور العاطفية هتهدى معاك شوية، وده يرجع لايه، لاستحمال الشريكة معاك بسبب بس فترة الضغوط اللي انت بتمر بيها من بداية الشهر. عندك بقى من 20 يناير ل 31 يناير، الحمد لله نقدر نقول ان عطارد وقف تراجع، في برج الجدي هيبقى عطارد في البيت السابع.